صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج هذا الصباح بنقدمها لكم من قناه النيل الاخبار. هنستمر معاكم لمده ساعتين، هنقدم لكم الخبر واللقاء والمعلومه وجوله بين اهم اوردته الصحف الصباحيه الصادره صباح اليوم. هتكون معنا في هذه الجوله الزميله ايناس. صباح الخير ايناس. صباح الخير يا اشرف. يعني فعلا فقرات كثيره متنوعه، هنتكلم طبعا اكيد على اخر الاخبار وأهمها اللي حصل امبارح، لجنة الخمسين ما بين مؤيد ما بين معارض. لجنة الخمسين المنتظر منها، منتظر الدستور الجديد يبقى شكله ايه، وقرارات كتيرة متنوعة هتكون معنا، لكن البداية دايما مع عناوين الأخبار. هنبدأ بأهم العناوين. وزراء الخارجية العرب يدينون استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويحملون نظام الأسد المسؤولية عن هذه الجريمة. الرئيس عدلي منصور يصدر قراراً بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي لتعديلات الدستورية. والنائب العام بيأمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين للجنايات في أحداث الاتحادية. هذه الأخبار وأكثر مع زميل محمد عبدالله وموجز الثامنة صباحاً. صباح الخير أشرف. صباح الخير يا ناس، واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى موجز الاهم من الانباء. دعا وزراء الخارجيه العرب في ختام الاجتماع الوزاري لجامعه الدول العربيه، دعوا الامم المتحده والمجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات الرادعه والضروريه ضد مرتكب الجريمه البشعه التي وقعت باستخدام الاسلحه الكيميائيه المحرمه دوليا في سوريا. وحمل مجلس جامعه الدول العربيه في قرار له في ختام اعمال دورته الاربعين بعد المئه برئاسه ليبيا النظام السوري المسؤوليه الكامله لهذه الجريمه البشعه، مطالبين بتقديم كافه المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة. هنا دمشق، عنوان الوقفة والمسيرة التي نظم التيار الشعبي أمام مقر الجامعة العربية لإعلان دعمه للشعب السوري في مواجهة الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة. العنوان يستدعي من التاريخ وقفة الشعب السوري مع مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، عندما بثت الإذاعة المصرية رسالها من سوريا بعبارة هنا القاهرة من دمشق. فتاريخ الوحدة كان وزير الخارجية نبيل فهمي قد أكد رفض مصر توجيه ضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد سوريا. وأكد فهمي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أكد أن مصر ترفض استخدام القوة العسكرية ضد سوريا إلا وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في المقابل، طالب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل المجتمع الدولي باتخاذ كل الخطوات اللازمة لردع عنف النظام السوري، معتبرا أن أي معارضة لاتخاذ إجراء دولي ضد سوريا لا تعني إلا تشجيعا للنظام السوري الذي فقد مشروعيته العربية والدولية على حد تعبيره. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر من العام الماضي. وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب مرسي كل من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، محمد البلتاجي ووجدي غنيم ومتهمون آخرون. أعرب حزب النور السلفي عن استيائه وعدم رضائه عن تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، معتبرا أن اللجنة قامت بتهميش دور التيار الإسلامي. وصرح شريف طه المتحدث باسم الحزب أن التشكيل الحالي يعبر عن سيطرة الفصيل اليساري القومي على اللجنة مع إخصاء متعمد للتيار الإسلامي، ما يعني أن التعديلات الدستورية الشكل لن تعبر عن التوافق المرجو على حد قوله. وألمح طه إلى احتمال انسحاب النور من اللجنة وعدم المشاركة في أعمالها حال بقاء التشكيل على ما هو عليه. كان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 وعلى الترشيحات الواردة بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 570 لعام 2013 بتشكيل اللجنة واختصاصاتها وتحديد مكان انعقادها وفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري. ومن أبرز الأسماء المشاركة في اللجنة شوقي علام مفتي الديار المصرية ممثلا عن الأزهر الشريف، الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ممثلة عن كنيسة الأقباط الأرثوذكس، الأنبا أنطونيوس عزيز مينا بطريرك الأقباط الكاثوليك، القس صفوة نجيب البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، محمد عبد العزيز ومحمود تمرد أحمد عيد وعمر صلاح ممثلان عن ائتلاف شباب الثورة، محمد سلماوي ممثلا عن اتحاد الكتاب المصري. شنت مجموعة من عناصر طالبان صباح اليوم هجوما على قاعدة أمريكية في شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية. وقالت السلطة الأفغانية إن المجموعة هاجمت قاعدة أمريكية في تورخام بولاية نجرهام مشيرة إلى أن المواجهات لا تزال جارية، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. من جهتها أكدت قوات التحالف الأطلسي في أفغانستان وقوع عدة انفجارات قرب القاعدة دون سقوط قتلى في الهجوم. نهاية الموجز، أعود مرة أخرى إلى أشرف ويناس وهذا الصباح. شكرا لك يا محمد، وبنعيد مشاهدينا تذكيركم بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس، وبنبدأها بخبر عن سوريا اللي تفاعلت مصر بشكل كبير مع الشأن السوري في الفترة الأخيرة، ويبدو أن في ارتياح كبير في أوساط الشعب المصري بعد قرار أوباما شبه المتراجع عن الموقف القوي اللي كان عايز يتخذه ببدء الحرب هناك. يبدو أنه هو اتجه للكونجرس عشان سؤاله. الصور اللي احنا شايفينها دي دعوة أطلقها التيار الشعبي لتنظيم حشود شعبية للمطالبة بمنع العدوان الأمريكي على سوريا، مؤكدا أن أي اعتداء على سوريا يمثل اعتداء على مصر لما بين البلدين من ارتباط تاريخي وجغرافي. زي ما احنا شايفين التيار الشعبي المصري نظم الوقفة اللي احنا بنشوف صورها دلوقتي تحت عنوان هنا دمشق، وأظن أحد المتظاهرين رفع لافتة بهذا العنوان بمشاركة عدد من القوى السياسية من بينها حزب الكرامة والناصري الموحد وحركة تمرد وحملة امنع معونة وعدد آخر من القوى والنشطاء. المتظاهرون في الوقفة دي نددوا بالتهديدات الأمريكية والغربية بالعدوان على سوريا، وطلبوا أيضا السلطة الانتقالية في مصر وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف موحدة عاجلة ضد العدوان على سوريا لمنعه. الشباب أيضا قاموا شباب التيار بحملة اسمها امنع معونة بجمع التوقيعات على استمارة حملة امنع معونة خلال المسيرة. يظهر ان دي الحملة الثانية بعد حملة تمرد. احنا طبعا عارفين ان مش محتاجين نذكركم ان بريطانيا والمانيا اهم حليفين للولايات المتحدة تراجعوا في اللحظات الاخيرة عن المشاركة في توجيه ضربة لسوريا، ودي اعتقد انها كانت السبب الرئيسي في التراجع الامريكي الملحوظ في يمكن ده بالظبط اللي خلى اوباما يتكلم على ضربه مش على واقع الارض، والحديث عن ضربه بعيده يمكن تكون من السفن او من القوات البحريه المتمركزه. بعد ما كان بيتكلم عن انزال بالظبط، بعد كده كان قوات على الارض. للامانه طبعا محدش يرضي اللي بيحصل في سوريا، بس محدش ارض ايضا يرضي ان احنا يكون في المنطقه سوريا ضعيفه. يعني مهما كان اللي بيحصل في سوريا فإحنا عايزينها سوريا موحدة، ومش عايزين يتكرر طبعا اللي حصل في العراق. أيضا عشرات المصريين المقيمين في فرنسا شاركوا في وقفة صامتة نظمتها حركة ميدان التحرير في فرنسا بميدان باستيل بباريس، دعما للجيش ودعما للشعب المصري في مواجهة الإرهاب. ده طبعا في محاولة لإيضاح الصورة بشكل سليم، الصورة المصرية أن ما حدث في مصر ليس انقلابا.
الحقيقة رغم ان احنا ما معناش الصورة الفيديو، لكن هنوصفها لكم. المتظاهرون في الوقفة دي من الرجال والنساء والاطفال رفعوا الاعلام المصرية واللافتات اللي كتبت باللغات الفرنسية والعربية والانجليزية، واللي اكدت رفضهم للارهاب ومساندتهم للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لدحر الارهاب في البلاد. طلب المتظاهرون جميع دول العالم خاصة تركيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وبإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدوا في الوقفة أن الشعب والجيش إيد واحدة في مواجهة الإرهاب. سيدي أشرف، يعني في الوقت اللي تركيا منعت عن مصر بعض الأمصال الخاصة بالأطفال، ويعني بعتقد أن ده شيء لا إنساني، الأزهر الشريف أكد أن طلابه من الأتراك هم دراستهم ماشية زي ما هي وما فيش عندهم أي مشكلة، يعني أعتقد مصر موقفها دايما زي ما هو مهما كان رد فعل الآخر. يبدو ان المصريين ايضا في الخارج لهم نشاط كبير قوي، يعني مش بس في فرنسا، في انجلترا ايضا تظهر عشرات المصريين امام مقر صحيفة جارديان البريطانية، وامام مبنى هيئة الاذاعة البريطانية، وامام مقر رئاسة الوزراء، وامام مبنى البرلمان للتعبير عن الغضب الشعبي في مصر من تناول وسائل الاعلام البريطانية بشكل متحيز للتطورات في مصر. اللافتات المناهضة للتحيز الإعلامي كانت أكثر الشعارات المرفوعة، طلب فيها المتظاهرين بوسائل الإعلام عدم التدخل في الشأن المصري على أي مستوى، سواء المستوى الإعلامي أو المستوى السياسي. الأمانة يعني النقد موجه لك بصفة جزئية برضه، يعني زميلة إيناس كانت في هيئة الإذاعة البريطانية، أعتقد أنها يعني هيئة الإذاعة البريطانية أنا يعني شهادة مني أنها دايما بتتحرى الدقة، وهي مدرسة إعلامية كبيرة في العالم، ولكن يبدو أن هو خانها التوفيق في تغطية أحداث ما يعني بعد ثورة 30 يونيو وما بعد 30 يونيو. أنا مش عايزة أحسب على مؤسسة غير التلفزيون المصري، بس أنا عايزة أقول أن بتكون المشكلة أحيانا في الضيوف، يعني نتيجة مراعاة التوازن وما إلى ذلك بيضيف بيقول رأي فبيحسب رأيه على القناة المحطة. أنا ما تابعتش للأسف تغطية اليو بي سي، مش بس ضيوف إيناس، هي يعني أنا ما تابعتش للأسف تغطية، كنا بنبيت هنا أشرف. لا، هي البي بي سي عملت غلطة كبيرة بس اعتذرت عنها تاني يوم أيام مظاهرات الاتحادية، هي جابت صورة كبيرة قوي شط كبير قوي، قالت ان دول من المؤيدين وتم الاعتذار عنها، واعتذرت عنها تاني يوم اعتقد، تاني يوم. يبدو ان هو كان خطأ فني. عموما يعني مش موضوعنا، نتحول الى موضوع اخر. اكد اللواء سعد الدين امين سكرتير عام محافظة البحر الاحمر ان مدينة الغردقة امنة تماما ولا يوجد اي عائق امام تواجد السائحين بها، مبديا امله في عودة حركة السياحة الى طبيعتها ورفع حظر السفر عن المدينة. تصريحات سكرتير عام المحافظة اللي كانت مع التلفزيون الألماني اللي بيقوم حاليا بجولة داخل مدينة الغردقة بيصور فيها مشاهد من الفنادق ومن الشوارع، بيتعرف على حقيقة الوضع الأمني في الغردقة وبينقل الصورة للرأي العام الألماني، طبعا تمهيدا لرفع حظر السفر عن المدينة الساحلية، خاصة بعد ما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية الموجهة عدد من الوقائع غير الصحيحة لأحداث عنف قديمة لمنع عودة حركة السياحة في مصر. الخبر اللي جاي هو خبر بيخص المجلس الأعلى للصحافة اللي قرر إلغاء التوصية الصادرة في شهر أكتوبر من عام 2012 عن هيئة مكتب المجلس بشأن عدم المد للعاملين في المؤسسات الصحفية بعد سن 60 والالتزام بأحكام المد رقم 61 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96 بفقرتيها الأولى والثانية، واللي بتجيز المد سنة فسنة حتى سن 65. المجلس الأعلى للصحافة أصدر قراره في اجتماع عقد أمس، وقام الأعضاء بأداء اليمين القانوني لعضوية المجلس وانتخاب هيئة المكتب من الأستاذ جلال عارف رئيس، ومن الأستاذ صلاح عيسى ودكتور حسن عماد مكاوي وكيلين، والأستاذ أسامة أيوب أمين عام، والأستاذ صلعت المنسي أمين عام مساعد.
في تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية دكتور محمد أبو شادي قال أن المواطنين اللي ما حصلوش على حصصهم التموينية خلال شهر أغسطس بسبب عجز المقررات سيحصلون عليها مع مقررات الشهر الحالي. أبو شادي أكد أنه من الضروري إيجاد آلية لضبط السوق الحر وحماية المستهلكين من جشع التجار وارتفاع الأسعار، وده طبعا من خلال آلية التخفيضات اللي بتقوم بها الوزارة بتعاون مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة نهاية كل شهر على السلع الأساسية بنسب تتراوح من 10% ل 15%. الحقيقة إناس يعني أنا يعني اسمح لي بتعليق في هذا الإطار، يعني إحنا تقريبا بنمارس في مصر الرأسمالية ولكن مش بكل مكوناتها بالزبط الطبيعية، يعني من ضمن المكونات الرئيسية لنجاح نظام الرأسمالي هو سياسة اسمها منع الاحتكار. منع الاحتكار في السلع اللي بتخص المواطنين، سلع الاستراتيجية زي الأكل والشرب والسكن اللي هي الحقوق الرئيسية اللي منصوص عليها، الحقوق المواطنة الأساسية. احنا بنلاحظ يعني ان ما زالت المنظومة موجودة لحد دلوقتي، سواء احتكار استيراد مثلا السلع زي القمح زي اللحوم زي حتى في السكن اعتقد انها سلعة محتكرة من طائفة معينة بتستخدمها كاقتصاد ريعي، هي حاجة بتقعد لا بتاكل ولا بتشرب وفي نفس الوقت قيمتها بتغلى. اعتقد ان ده محتاج يكون معانا ضيف في احدى فقرات صباح جديد يمكن هيفرحك شوية. تصريح لمحافظ الغربية اللي هو دكتور محمد نعيم قال فين هم هيعملوا في الغربية مخابز مليونية، طبعا مش فاهمة المصطلح بصراحة، اكيد هجلنا ضيف يفهمهولنا. يعني تقريبا بتعمل مليون رغيف في اليوم حاجة زي كده، فكرة منطقية. بتعمل بنظام حق الانتفاع لتوفير الخبز للمواطن، وقال ان تجديد مستودعات البوتاجاز مرهون بنقلها وإعادة بنائها خارج الكتلة السكنية حفاظا على أمن وأمان المواطن. يعني مهمة أوي موضوع التموين، هي يعني هي برضو موضوع التموين في الفترة دي في إطار السيطرة على تجارة السوداء مثلا، ولكن السياسة الإطارية العامة اللي بتمنع احتكار سلعة معينة من طرف فرد أو مجموعة أفراد، يعني بتعرفي لو في الولايات المتحدة جريمة الاحتكار دي معناها حاجة واحدة بس، إن اسمك هيخرج من السوق تماما، هتستهدفي انت شخصيا. بعتقد اكيد انا على كلام اشرف ان رد العقوبه الرادعه هي الحل الوحيد في الاحوال اللي احنا فيها، وان النماذج الناجحه كلها اشرف في الانظمه الرادعه في النقطه دي تحديدا في حقوق المواطنه الاساسيه اللي هي الاكل والشرب والسكن والعلاج والتعليم طبعا والتعليم والحاجات دي، اصلا اعتقد انها محتاجه حلقه كامله نناقش فيها الموضوع ده. عموما بنتجه للخبر اللي بعد كده، وهو خبر بيخص وزير التربيه والتعليم الدكتور محمود ابو النصر، اللي هو قام مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة بزيارة تفقدية أمس لمركز المشروع الخدمي لتغذية المدارس بمدينة السلاب في إطار تفعيل البروتوكول القائم بين وزارتي التربية والتعليم والزراعة لإعداد الوجبة المدرسية لتلاميذ المدارس. الجولة دي كان فيها دكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني، ودكتور علاء عبد الغفار مستشار الوزير للجودة، اللي هو نبيل عامر مستشار التنمية والموارد. أعتقد يا أشرف التغذية المدرسية دي من المشاريع المهمة قوي، مشاريع حقيقية مهمة طبعا. يعني الطالب في وسط يومه يلاقي وجبة متكاملة بتساعده ان هو يبقى مركز، بتساعده ان هو يكمل اليوم بنشاط الطاقة. في كل دول العالم يعني اصلا انا ليا اصدقاء في بعض الدول الغربية الوجبات دي بتقدم للتلاميذ باشراف مدرسي وبدون ما يدفعوا مليم واحد، والامانة اصلا في اغلب الدول الغربية التعليم كله الاساسي من اول ابتدائي من اول حضانة لحد ثانوي ببلاش، مفيش الدروس الخصوصية دي غير في مصر. بنتمنى ان الظاهرة دي تنتهي. عموما بنتابع التقرير التالي عن هذه الجولة اللي قام بها الوزراء الخاصة بالوجبات المدرسية.
استعدادا للعام الدراسي الجديد، قام وزيري التربية والتعليم والزراعة بزيارة تفقدية لمركز المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بمدينة السلام، وذلك للإطمئنان على كيفية إعداد الوجبة المدرسية ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية. بما أننا بنعد العام الدراسي، من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نتأكد من الوجبة، عندنا مصانع طبعا وزارة الزراعة عاملاها، فاحنا ان شاء الله هناخد الفول كاباستي بتاعتها، الانتاج الكامل بتاعها في كل المحافظات، واذا احتاجنا حاجه زي كده بعد كده بناخد من القطاع الخاص ان شاء الله. زيادة الطاقة الإنتاجية وتعديل خطوط الإنتاج لمصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية لتغطية مصانع أخرى في باقي المحافظات أهداف عدة تسعى وزارة الزراعة لتحقيقها قبل بدء العام الدراسي الجديد. الطاقة الإجمالية للمصنع 500,000 وجبة يوميا، في الحقيقة أنه كان بيشتغل بطاقة أقل من طاقته بكتير. 500,000 وجبة من المخطط لها السنة القادمة انها تزداد، وفقا للكلام مع معالي وزير التربية والتعليم، من انها تبقى 100,000 وجبة الى تبقى حوالي 300,000 وجبة. الشباب والطلاب هم بناة المستقبل، لذا تسعى وزارتي التربية والتعليم والزراعة لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا كوادر قادرة على مواجهة تحديات العصر. مشروع تغذية المدارس هو مشروع عملاق بتبنى فكرة توفير وجبة سليمة لأطفال مصر وطلبة مصر والتلاميذ بتوع مصر، اللي احنا كلنا بنخاف عليهم وبنحاول نضبط جودة المنتج اللي هو تغذية المدارس ليتوافق مع احتياجات الطفل من ناحية التغذوية والسلامة في الجودة بتاعة المنتج. العقل السليم في الجسم السليم، مقولة تؤكد على مدى اهتمام الدولة بالأجيال الصاعدة، لذا تهتم بالوجبات الغذائية التي تقدم للطلاب خلال العام الدراسي. كل عام أنتم بخير. أميرة فتحي، النيل. للأمانة يعني مشروع جميل، وأعتقد أنه هو لو طبق في جميع مدارس مصر يعني هيكون شيء جميل قوي بالنسبة للطلاب، يعني حتى تحببهم كمان أنهم يروحوا المدرسة ساعات الوجبات لما بتبقى كويسة. كسر ملل القعدة طول الوقت بنسمع كلامه وبنحل الأسئلة وبنركز مع المدرس، يعني شيء مختلف. في برنامج، يعني في قناة متخصصة في الوجبات وكده، أصلا بتابعها أنا دايما، مش عارف اسمها، مسموح اقول الاسم ولا لا، ولكن هي جابت حلقة عن التغذية للأطفال في إيطاليا في المدارس بتاعتهم، هم بيعملوا لهم وجبات لذيذة بحيث ان الأطفال دول امتنعوا تماما ان هم يروحوا مطاعم الوجبات الجاهزة. دي الأكلات اللي شكلها حلو تقريبا، صح؟ بيعملوها. شفت مرة وجبة الأطفال بيعملوا يعني حاجات شكلها لطيف جدا، شكل جميل. بالإضافة لان هم أصلا بيستخدموا في المكونات بدل ما يستخدموا الإيطالي السمن والزيوت العادية كتير، بيستخدموا زيت الزيتون وبيستخدموا الجبن عشان يعني بديل للسمن والحاجات. فالأطفال نفسهم من كتر حبهم للأكل بلدهم، ما المطاعم دي هناك خسرانة على عكسنا احنا يعني هنا. فأتمنى الوجبات اللي هنعملها للأطفال تبقى لذيذة ومغذية ومفيدة بحيث انها تخسر المطاعم دي على حساب صحة الأطفال برضو. يعني من المطاعم بقى للكافيهات، حظر تجوال الفرداء القوات المسلحة طول الأيام من 11 بالليل لسبعة لستة الصبح باستثناء يوم الجمعة، منتشر طبعا في شوارع تقريبا 14 مدينة مصرية، بس المعادي فيها شيء مختلف، المقاهي فيها مليانة برواد بعد بدء هذا الحظر. مش المعادي بس، اعتقد ان مناطق كتيرة زي المهندسين وبيتهيألي مصر الجديدة تحديدا في الشوارع الجانبية مش الشوارع الرئيسية، يمكن الشوارع الرئيسية بتبقى خاضعة لحظر التجول بشكل كامل، ولكن الشوارع الجانبية بتنتهز الفرصة ان مفيش، انا شفتها دي شخصيا يعني اصلا، ان يعني بتبقاش الرقابة مشددة قوي، والمقاهي بس على حياء شديد
بيبقى الناس قاعدين مش زي الفترة اللي هي قبل حظر التجول بالزبط. ولكن بأعداد أقل شوية ولكن بيمارسوا حياتهم الطبيعية. بنرجع لضاحية المعادي اللي رواد المقاهي فيها بيحرصون على عدم انتهاك حظر التجول، ولكنهم بيؤكدوا على أن ما من ظرف يمكن أن يحرم المصريين من حياتهم الطبيعية. تهيألي تقرير معنا أو صورة من هناك. كانوها وسيلة للترفيه مهما كانت الظروف، فعلى الرغم من أن القوات المسلحة تنتشر في شوارع المدن المصرية لإنفاذ حظر التجول الذي يبدأ الساعة 11 مساء ويستمر حتى 6 من صباح اليوم التالي، إلا أن ضاحية المعادي تمتلئ المقاهي فيها بالرواد بعد بدء حظر التجول، حيث يجلسون للسمر حول أقداح الشاي الساخن، إلا أن تلك المقاهي معظمها في شوارع جانبية على بعد بضعة أمتار من الشوارع الرئيسية التي تنتشر فيها نقاط التفتيش العسكرية. ويحرص رواد تلك المقاهي على عدم انتهاك حظر التجول، ويتحركون في الغالب سيرا على الأقدام في الشوارع الجانبية الصغيرة حتى يصلوا إلى تلك المقاهي. من هؤلاء الممثل هشام عبد الله الذي شارك في ثورة 25 من يناير عام 2011. هشام يقول إن العروض المسرحية في القاهرة توقفت بسبب حظر التجول، لكن ما من ظرف يمكن أن يحرم المصريين من ممارسة حياتهم الطبيعية. والشعب المصري على فكرة يعيش في قلب الحروب النووية، يعني يعيش، محدش هيحرمه من إنه يعيش، هو بيحب يعيش وبيعيش في أي ظروف. غير أن حظر التجول يؤثر على مواعيد عمل كثير من المصريين، ورغم ذلك يرى معظم سكان القاهرة أن الحظر ضروري لعودة الأمن والاستقرار. من هؤلاء أحد المحامين الذي قال إن حظر التجول دواء مر، لكن المصريين مستعدون لتحمله في سبيل عودة الاستقرار. الحظر أثر شوية، ما أنا قلت لك الدواء مر، الدواء مر، بس لازم نشربه شوية عشان مصر بلدنا تبقى أحسن. نستحمل شوية، مفيش مشكلة نستحمل ما احنا أيام الثورة الأولانية استحملنا شهر واثنين وثلاثة، لحد استحملنا سنة. مواطن آخر من رواد المقهى يدعى محمود مختار قال إن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مليئة باقتراحات من المصريين لقضاء الوقت في أمور مفيدة خلال فترات حظر التجول. والله يعني في ناس على الفيسبوك كاتبه حاجات، تقري كتاب مثلا، تعملي رياضه في البيت، حاجات كده، بس حاجات كلها يعني اوت اوف يعني كرياتيفيتي، مش النورمال يعني لايف بتاعت الناس اللي هي متعوده عليها يعني. لكن الامر لا يخلو من الشكوى، اذ يقول بعض التجار ان حظر التجول ادى الى تراجع اقبال الناس على الشراء. تاجر للفاكهة يدعى حفظ الله عبد العزيز قال إنه يضطر أحيانا للاقتراض ليسدد إيجار متجره بسبب قلة الإقبال. الحظر ده مش مأثر عليه، مأثر على الجمهورية كلها يعني، تمت، لأن ما فيش الشغل اللي كنا بنبيعه الأول ولا المكسب، إحنا بندفع إيجار المحل يمكن بنقضيه من الناس تانية. كانت الحكومة قد فرضت حظرا للتجول بدءا من 14 من أغسطس الماضي في أعقاب أعمال عنف تلت فض اعتصامين بربع العدوية والنهضة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين. وبدأت تدب فيه الحياة. طب الاحتفالية بقى اللي احنا شفناها في المقاهي في المعادي دي، عايزة بقى أنا أزود عليها ملاحظاتي الشخصية. في جروب على الفيسبوك اسمه ساعة الحظر ما تتعوضش، ده عبارة عن من أول بدء الحظر تقريبا بنلاقي مجموعة كبيرة جدا من الشباب بقى قاعدين وبنتكلم ان الحظر هو اللي بيكمل لمتنا، الشباب المصري وخف الدم الشباب المصري وتكملة كل الموضوعات في بعضها، وبتبقى يعني حوارات مفتوحة وconversations، اقوى نشاط على الفيسبوك وعلى التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي كلها بيبقى موجود في المنطقة اللي بعد الحظر للي ما بيقدروش ان هم يتحركوا مثلا في الاطار الضيق اللي هم فيه. فاعتقد ده شكل تاني من اشكال التواصل ما بين الناس، وساعة الحظر ما تتعوضش فعلا يعني. يعني المصريين برضو دمهم خفيف يعني، حتى في أي حاجة بيتصرفوا. ولكن برضو بأعيد التأكيد على ما قاله أحد يعني من علقوا على هذا في خلال التقرير، إن الحظر الناس مستحملاه
ورغم ان هو اثر على بعض تجاره بعض الناس او اثر على يعني نشاط بعض الانشطه التجاريه والمقاهي وكده، ولكن الناس متقبلاه وحاسين بالامان. يعني الناس تقريبا بعد الفتره الاخيره دي كان كل المطلب الرئيسي ليها هو الامان. احنا حصلنا على الامان من خلال الحظر ده، واعتقد ان هو بيتخفف شوية يعني شوية. بقى الساعه 11 دلوقتي، من 7 بقى 9 بقى 11 يعني بيرجع لورا. بس هو قال يعني مصطلح لطيف قوي، قال الدواء مر. معلش يا جماعه يعني نستحمل شويه في الحظر، انا عارفه ان الناس كلها بتبقى قاعده متضايقه، بس كله بجد من اجل احكام بالظبط، كله عشان شفاء والاحكام السيطره. الخبر اللي جاي يظهر ان هو برضه متعلق بالتغذيه، هنرجع للتغذيه بتاعت الاطفال، وبحث أمريكي بيقول أن أطفال مرحلة ما قبل المدرسة لا يولون اهتمام كبير بتصرفات أولياء أمورهم فقط، بل يعمدون على تقليدهم بشكل كبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي المتبع أو معدلات ممارسة الرياضة. الأبحاث برضو وضحت أن الأباء كلما اتبعوا أنظمة غذائية صحية ومارسوا رياضة بصورة منتظمة، كلما اتجه الأطفال نحو العادات الصحية السليمة عشان يقلدوا تصرفات أهلهم. فعلى سبيل المثال لما نحكم السيطرة من أولياء الأمور على سهولة حصول الأطفال على الوجبات السريعة ودعمهم نحو العناصر الغذائية السليمة، ده بيساهم بشكل مباشر جدا في حصول الأطفال على اللي بيكفيهم من الطعام الصحي. عموما البيئة المنزلية الصحية هي الأكثر تأثيرا على عادات الأطفال الغذائية والتركيز على مستويات النشاط البدني. يعني بصراحة أنا بحاول بشكل كبير أن أنا أعمل ده مع بنتي، بس يعني بمجرد ما حد بيوريها أي حاجة من بره من الأطعمة السريعة كل جهودي بتذهب أدراج الرياح. هي عموما الشكل احنا شايفينه دلوقتي ده تقريبا بيعلموا الأطفال كمان إزاي يصنعوا الوجبات الغذائية، أعتقد ده يعني تقليد متبع في البيوت عندنا. يعني بنحاول برضو نخلي الأطفال يعرفوا إزاي يعني شكل جميل هو خضروات صحية صحية. الخضروات مهمة جدا بالنسبة للأطفال لأنها بتحتوي على ألياف، الألياف دي بتساعد المعدة على الهضم، أيضا بتمنع أمراض كتير قوي. يعني وأعتقد هو الترند الرئيسي دلوقتي في التغذية الاعتماد على الألياف في العالم كله. يعني الخبر الجاي برضو انا حاسيبك تقولي لي انه خاص بالستات الناس. طيب اذا كنت من الاشخاص المعرضين لفقدان اعصابهم اثناء القيادة عشان قيادة جميل، فلك نصيحة بسيطة، استمع الى الموسيقى التي تكون هادئة، موسيقى الهادية للي سايق على طريق بتخلي اعصابه اهدى، بتخليه اكثر هدوء واقل توترا، وبتخليهم يتمتعوا بامان اكبر على الطريق. النصيحة دي قدمها مجموعة من الباحثين الأمريكيين والهولنديين اللي أجروا دراسة مشتركة حول طرق القيادة الآمنة بشكل أكبر على الطريق. الباحثين وجدوا أن المشاركين في البحث من قائدي السيارات ما بقوش بس أكثر قدرة على الهدوء بعد الاستماع للموسيقى، بل أصبحوا أكثر تركيز في القيادة، ما جعلهم يقودون بشكل أفضل وسط المنحنيات ولا تسببون في الكثير من المصادمات. القائمون على الدراسة قالوا أن الموسيقى الصاخبة ذات الوتيرة السريعة بتجعل دي السيارات يشعرون بسعادة أكبر، وتتسبب أيضا في جعلهم أكثر إهمالا واستهتارا أثناء القيادة. والموضوع له علاقة بستات وكده يعني؟ لا هو التهمات الدائمة بإن الستات ما بيعرفوش يسوقوا؟ أنا الأمانة إيناس ما كانش قصدي الخبر ده، أنا يعني واضح إن أنا ما جاتش عيني عليه، ولكن كان خبر متعلق بالسيدات ونصيحة بتقدم لجميع السيدات. إذا أردت تأخير ظهور مراحل الشيخوخة على وجهك، طبعا أنت بعيدة عن الكلام أنا بعيدة عن النصيحة دي، فما عليك إلا الاستغناء عن وضع مستحضرات التجميل على الوجه لمدة يوم واحد لضمان بشرة صافية خالية من العيوب قادرة على الوقوف في وجه الزمن. خبيرة التجميل ريتا سترايسكا رئيسة مؤسسة بيوتي يو للعناية بالبشرة أكدت على ضرورة تخلي السيدات عن الميك اب أو المكياج ليوم واحد لمدة ما تقلش عن 24 ساعة كاملة لحماية الجلد والسماح للخلايا والأنسجة بالتنفس والتجدد دون الوقوع فريسة للآثار الضارة لوضع المساحيق لفترات طويلة.
الخبيرة طالبت بضرورة إعطاء الجلد استراحة مرة واحدة في الأسبوع يرافقها عناية روتينية بالبشرة مصحوبة بالتنظيف العميق لها، وهو الأمر اللي بيساعد المرأة على تجديد الثقة بالنفس والتخلص من البقع الصبغية اللي بتظهر على الجلد، بالإضافة إلى عيوب حب الشباب اللي من شأنها تهيج أنسجة الجلد والاحمرار والحساسية. ويعني أعتقد أنها يعني ناس كتير بيعملوا الكلام ده. إيناس أنا عايزة أجازة عشان عايزة أعمل الكلام ده. أنا أطالب أجازة. هو عموما يعني مستحضرات التجميل اعتقد ان في شركات كتيره بدات تنتج نوعيات من مستحضرات التجميل اللي بتعتمد على المواد الطبيعيه بس واللي ما بتاثرش على البشره بشكل كبير. بالفعل ده حقيقي، يعني اعتقد انها بقت برضو اتجاه زي التغذيه السليمه كده، بقى في اتجاه للمكياج الطبيعي اللي بيعتمد على الصبغيات اللي ماخوذه من منتجات الطبيعه زي الورود زي عسل النحل زي كل ما هو متعلق بالطبيعه، الخضره والخيار تحديدا. طب واذا كنت مضطره بقى زي بعض العاملين في بعض المجالات منها مجال الاعلام انت تستخدمي المكياج بشكل دائم، نصيحه نسائيه ما عليكي الا انت تتخلصي المكياج بشكل صحيح وتعملي ماسك بقى طبيعي، ده اعتقد هيخفف عليكي يعني تعب اليوم ووطئه اليوم وهيساعد الجلد فعلا هو يتنفس بشكل طبيعي وهتقدري انت تستعملي المكياج بشكل دوري، لان بقينا في وقت فيه العديد من المهن بتتطلب شكل معين ثابت كل يوم. بس ده مش هيغير الموضوع، انا عايزه اجازه برضه. عموما يعني فاصل قصير بننتقل بعده لمتابعه اهم الاحداث الرياضيه.